أجمل تحية لكم مشاهدينا، وين ما كنتوا عم تتابعونا بحلقة جديدة من برنامج نجوم صغيرة. رح نكون بهيدي الحلقة مع مجموعة من الأطفال الموهوبين، نتعرف عليهم أكثر. خليكم معنا وتابعونا، حلقتنا لليوم بلشت. مرحبا. أهلي. شو اسمك؟ اسمي تالا. تالا قدي عمرك؟ عمري 14 سنة. من أيمت بلشنا على البيانو تالا؟ كان عمري 7 سنين لما بلشت أعزف بيانو. برافو. كيف شفتي لهيدي الآلة أول ما بلشتي فيها؟ أول شيء كنت شوفها آلة صعبة نوعا ما، بس بعد التمرين وبعد يعني الممارسة أكتر شيء فصارت معي أحسن، فخلص يعني صار عندي عادة. بكل الأوقات بتعزفي ولا في أوقات معينة يعني هيك بتاخدي فيها وقتك الكافي بالعزف؟ هلا هو اكثر شيء وقت ما بيكون في حدا بالبيت، هي اكثر شيء يعني بتدرب، باخذ راحتي يعني بالعزف اكثر، وبالاضافه لاوقات الفراغ يعني وقت اللي بكون ما عندي اي شيء، يعني بكون على راحتي من الدراسه يعني او هيك شيء ثاني يعني. بس مبسوطه زعلانه بتعزفي؟ ايه بجميع الاحوال يعني بضل عم بعزف. يعني هلا هي يمكن الموسيقى بنقول دائما انه هي غذاء الروح، فهي بتعطينا هيدي الطاقه الحلوه الايجابيه لحتى نحن هيك نكون دائما متفائلين ومبسوطين كمان. تالا عندك مواهب تانية غير العزف؟ ايه انا بلعب كره سله، ويعني عندي اكثر من موهبه تانية، وبالاضافه لاني ببحث كثير، بحب البحث يعني، وبحب المناظرات انه وسائل انه تقنع يعني، وكمان بحب التنميه البشريه اكثر شيء، بحاول ابحث يعني قدر الامكان عن التنميه البشريه وهيدي المواضيع يعني. انت بتحبي انك تقنعي الشخص اللي قدامك، اسلوبك بالاقناع يعني بتلاقي نتيجه، بيقتنع بفكرتك برايك اخر شيء؟ دائما انا اللي بفوز يعني، ما ولا مره خسرت بهذا الموضوع يعني. برافو. النقاش بيكون هيك يعني بتطرحي رأيك انت وبتدافعي عن وجهة نظرك وبتثبتيها بالآخر. ايه طبعا اكيد. تمام. الموسيقى هي يمكن اقرب شيء لإلك انت من كل المواهب؟ ايه طبعا اكيد، حتى يعني انا بعتبر الموسيقى هي اهم شيء يعني، قد ما اهتميت بأي مجال من المجالات فلا العزف رح يكون بالمرتبة الاولى. طيب تعالى شو حنسمع منك هلأ؟ هلا في سوناتا للودفيغ فان بيتهوفن رح أعزفها هلا. حبيبي حبيبي إني يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألني لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لا حبيبي حبيبي إني حبيبي ندهني أني شتي راح، رجعت يا مامي زهر التفاح. حبيبي ندهني أمني شتي راح، رجعت يا مامي زهر التفاح. أنا على بامي نيلي والصباح، عيونك ربيعي نور روحي لي.
مرحبا. هلين، شو اسمك؟ تيم. خيربك تيم؟ قد عمرك؟ 11 سنة. عمر كله يا تيم. تيم، من ايمت بلشنا نعزف على البيانو؟ من الاربع سنين ونص. ما كان عمرك اربع سنين ونص؟ ايه. ليش اخترت هيدي الآلة؟ يعني انا حبيتها اول شيء كشكل، انه قبل كنت شوفها هيك مثل آلة غريبة، انه ما بعرف كيف انه هيك بيكبسوا على علامات بيطلع الصوت، انه هيك حبيتها، حبيت استكشف وجربها. بلشت القصة معنا بالاستكشاف معناها، بعدين صرنا محترفين فيها للآلة. شاركت انت بمسابقات يمكن؟ حصلت على شيء معين فيها لهيدي الآلة؟ خبرنا. انه انا شاركت بمهرجانات شيء 4-5، وكمان انه انا رائد طليعة على مستوى القطر بالعزف على البيانو. انه غربي. برافو عليك. في هوايات تانية غير العزف على البيانو؟ ايه كتير، المطالعة والبرمجة والرسم والرياضة بشكل عام. جامع بيناتهم كلهم، والدراسة حصة لحالة؟ ايه اكيد. كيف تنسق يعني بين هواياتك وبين يعني دراستك؟ كيف تنظم وقتك؟ يعني بحاول نظم وقتي، انه الدراسة هي يعني انه شيء اساسي، وبعدين بيجي العزف. وبس تكبر شو حابب تصير؟ طبيب. طبيب، وبالإضافة للبيانو، يعني حلو الواحد يكون طبيب وبيعزف موسيقى، شو رأيك؟ أكيد. شو حنسمع منك هلا؟ The Voice of the Heart. لهون حلقتنا خلصت، لاقونا بحلقة جديدة مع أطفال جداد ونجوم بمواهب متعددة. إلى اللقاء.